أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ورزقناه
إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. صدق